هم ليسوا بنازحين، وهذه ليست بقرية، شريحة مهمشة من أبناء عدن يعيشون في قلبها، يصارعون ظروف الحياة القاسية بأقل الإمكانيات، يحاولون جعل نمط حياتهم اعتياديا بالنسبة لهم، فالكهرباء والماء لا تصل لهم إلا بصعوبة بالغة، رغم ذلك يدفعون فواتير تلك الخدمات المنقطعة عنهم بطريقة أخرى. أشغل المي والماء شوفانه تحت، يقولوا لي الأربعة دبابة 600، فأنا أجيب 600 كل يوم، ما طلعت كل يوم 300 لبطني، بطني معطفة من الجوع. جميعهم يعانون من البطالة، لكن أرباب الأسر يسعون إلى كسب الرزق لتوفير القوت اليومي لهم ولأطفالهم مما يغنيهم عن الحاجة. نحن ما نشتريش راشا، نشتري كل يوم 150 من برع يعني، ولا غدا ناقح، على حسب الفلوس اللي يشتغلوا زواجنا، قدوا الماء تعب وكله تعب، وعين نحن مرضو مدارس ما فيش. للأطفال معاناة أخرى، فهم محرومون من أبسط حقوقهم بسبب شحة الدخل وتعطل آبائهم عن العمل، فالذهاب إلى المدرسة هو حلم هؤلاء الأطفال الذين أجبروا على ترك مقاعد الدراسة. أنا ما فيش معقول بس أنا أروح أدرس، ماشي أقرأ وأكتب عزم الناس وأكتب دكتورة. هكذا تبدو حياة ما يقارب 120 أسرة حسب إحصائية بعض المنظمات يعيشون على متن هذا الجبل. تختلط معاناتهم بين الفقر والأمية والبطالة، يناشدون الجهات المختصة بعمل حلول عاجلة لتلك المعاناة التي يعيشونها. لم يجدوا سوى هذه المرتفعات التي تفصلهم عن سطح البحر أكثر من 200 متر ليجدوا أنفسهم محرومين من كافة مقومات العيش الكريم. مروى السيد، قناة بلقيس، من جبل الفرس، عدن.